خلونا نعرف، احنا نعرف انه معدلات الكولاجين في الجسم تنخفض تدريجيا مع كل سنه، ولذا وفي هذا الخبر راح نتكلم عن طرق زياده معدلات الكولاجين في الجسم بالطريقه الصحيحه، وايش هي البدائل الامنه اللي يمكن انه احنا نستعين فيها. طبعا معانا عبر سكايب دكتور احمد الجبر، طبيب الجلديه والتجميل. مساك الله بكل خير دكتور احمد. يا اهلا وسهلا، مساء النور والسرور، حياكم الله. الله يخليك دكتور احمد. انت كتبت في احد تغريداتك على منصه اكس انه حبوب الكولاجين للاسف ما تفيد. سؤالنا انه كثير من الناس وكثير من الشركات المنتجه اللي احنا قاعدين نشوفها قاعده تطلع كل مال كل فتره والثانيه قاعدين نشوف منتج جديد عن الكولاجين، ان كان باودر، ان كان حبوب، ان كان حتى ممكن تكون ابر تاخذها بالوريد، فانت ايش رايك؟ للاسف حقيقه يعني كلها من واحده من الاشياء التسويقيه مثل غيرها من الحاجات اللي يسوقون لها لكن ما عليها اي دليل علمي. لا يوجد حتى الآن أي إثبات علمي على أنه أخذ الكولاجين بمختلف أشكاله سواء بودرة سواء حبوب أو غيرها من الطرق أنه يساهم في سلامة الشعر أو الأظافر أو الجلد، فلا يوجد حقيقة أي دليل علمي. طيب هذا بالنسبة لما نبغى ناخذ كولاجين من مصادر خارجية، ولكن دكتور طبعا يهمنا نعرف أنه بما أننا قاعدين نتكلم أنه الكولاجين مع تقدم العمر يبدأ يعني يقل إنتاجه، إذا خلينا نتكلم عن البدائل أو هي إيش هي الطريقة الصحيحة لإعادة تصنيع الكولاجين في الجلد. طيب أهم حاجة هو الغذاء الصحي المتوازن، خصوصا المحتوي على البروتينات مثل اللحوم، الأسماك، الدجاج أو بعض أنواع المكسرات. حقيقة هذه الطريقة هي التي يتم فيها بناء الكولاجين بشكل طبيعي. أيضا أنه نحافظ من ناحية أنه ما نكسر الكولاجين أكثر من خلال التعرض لأشعة الشمس أو إهمال واقي الشمس، وأيضا التدخين هو أحد الأشياء حقيقة الضارة اللي ممكن تساهم في عملية تكسير الكولاجين. فبطريقة طبيعية من خلال الغذاء المتوازن وتجنب العادات السيئة اللي ممكن تساهم في تكسير الكولاجين، نقدر بطريقة هذه أن نحصل على محافظة على الكولاجين. أيضا الأشياء اللي يسعى عليها إثباتات علمية هي مشتقات فيتامين ألف الموضعية وبعض أنواع الحقن المحفزة الكولاجين، تحدثت عنها سابقا مثل ريدس أو سكابترا. هذه الأشياء عليها إفيدنس قوي وعليها دراسات على أنه ممكن تحفز الكولاجين بشكل طبعا طبيعي من خلال تحفيز بنائها بالجسم، وليس على أنه نأخذ كولاجين مصدر خارجي. دكتور، هل هناك أضرار محتملة من الأمبولات أو الباودر أو الأشياء اللي قلناها قبل شوي في استخدام الكولاجين ولا لا عادي؟ لا يوجد حقيقة أضرار معينة مثبتة علميا، لكن مثل ما تفضلت أنه لا يوجد عليها إثبات لفائدتها. دكتور، يعني ذكرت موضوع النظام الغذائي اللي يكون فيه نسبة بروتين عالية، هنا بنتكلم على الناس اللي يبغوا يحافظوا على نسبة إنتاج الكولاجين عندهم، ولكن الناس اللي تقدموا في العمر وفاتهم هذا الموضوع ما كانوا مهتمين في البداية، بدأوا يهتموا على كبر. خليني أقول معروف عندنا أنه شربة الكوارع فيها نسبة عالية من الكولاجين وأيضا نسبة عالية من البروتين، برأيك هل لو الإنسان على كبر اهتم بغذائه ممكن ثاني مرة يعزز إنتاج الكولاجين أو لا؟ طيب حقيقة يعني عملية بناء الكولاجين مثل ما ذكرنا أنه تتم من خلال الغذاء ومن خلال المحافظة عليه بتجنب العادات مثل اللي تفضلت فيها لمرقة الكوارع. لا يوجد حقيقة أي إثبات علمي على أنها تتميز عن البروتينات الأخرى اللي موجودة في الأغذية الأخرى. وجود الكولاجين فيها لا يعني أنه فيها ميزة سحرية. مميزة عن ميزة سحرية أو مختلفة عن الأغذية، لأنه مثل ما ذكرت أنه الكولاجين لا يؤخذ بشكل مباشر خارجي، هو يتم بناؤه. فأصلاً الكولاجين اللي نأخذه من خلال لو مثلاً فرضنا أنه أخذنا كولاجين جاهز وشربناه
وما يدخل الدم بالشكل هذا، ولازم يبنى من خلال مركبات البروتينات، فيبنى يتم عملية بنائه في الجسم. هذه الطريقة اللي نقدر نحفز فيها الكولاجين من خلال الغذاء.